بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرابع من لقاءات دورة الإحسان في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري. اليوم سنتناول موضوعا جديدا وهو فصل الكلام. عرف ابن هشام الكلام في قطر الندى فقال: الكلام لفظ مفيد. الكلام لفظ مفيد. طيب، ما معنى لفظ وما معنى مفيد؟ قصد ابن هشام بمعنى لفظ شيئين. الشيء الأول هو الصوت المشتمل على بعض الحروف العربية، هذا المقصد الأول. المقصد الثاني: ما هو في قوة ذلك؟ طيب، أولاً اللفظ صوت. اللفظ معروف أنه ما نتلفظ به، فالكلام عند النحويين لا يكون إلا لفظاً. فالإشارة مثلاً إذا أشرت لشخص وفعلت هكذا، المعنى المفهوم أنني أقول له مثلاً اجلس، لكن عند النحاة لا يعد هذا كلاماً، إنما الكلام لابد أن يكون ملفوظاً. فاللفظ هو الصوت، الصوت المشتمل على بعض الحروف العربية، أو ما هو في قوة ذلك، يعني الضمير، يعني الضمير. جيد. فمثلاً عندما أقول أكتب، أنا قلت ماذا؟ عندما أقول وليس عندما أكتب، يعني مجرد الكتابة هي عند النحويين ليست كلاماً، إنما الكلام لابد أن يكون صوتاً. فأنا قلت أكتب فتلفظت بهذه الأحرف فنطقت كلمة أكتب. جيد. لكن هناك كلمة غير ظاهرة في الكلام وهي أكتب أنت. جيد. فهذا في قوة ما لفظنا به هنا، فهو أيضا داخل في الكلام، فهو أيضا داخل في الكلام. هذا عن اللفظ. أما المفيد فهو كما يعلم الجميع هو ما يفيد فائدة يحسن الوقوف عليها. جيد. هو ما يفيد فائدة يحسن الوقوف عليها. لو أنني كتبت هذه الجملة فقلت مثلا: إن جاء محمد من المسجد ثم توقفت هنا، هل بهذا الكلام أنت حصلت على فائدة تستطيع أن تقف عندها الآن؟ لا، لأنه إن جاء محمد من المسجد ماذا سيحدث؟ ما زال عندي ترقب لنهاية المعنى. حتى الآن المعنى لم يكتمل. إن جاء محمد من المسجد ماذا سيحدث؟ يوجد جواب الشرط غير مكتمل. جيد. لكنني لو قلت قم تلفظت بكلمة واحدة، جيد، لكنها أفادت معنى وخلاص، لا أحتاج إلى أو لا أنتظر معنى آخر. فالكلام لفظ صوت مشتمل على بعض الأحرف، أو هو ما هو في قوة ذلك، يعني يقصد بذلك الضمير لأننا لا نلفظه لكنه في قوة الملفوظ. جيد. أما المفيد فهو ما يفيد فائدة يحسن الوقوف عليها، يحسن الوقوف عليها. فعندما أقول إن جاء محمد من المسجد هذا كلام كثير لكنه ليس مفيدا. أما لو قلت قم فقط
فهذا كلام لأنه أفاد معنى يحسن الوقوف أو السكوت عنده. هذا كان تعريف الكلام، هذا كان تعريف الكلام عند ابن هشام. طيب، صور ائتلاف الكلام عند ابن هشام. مما يتكون الكلام، أي ما هي أو ما هي صور تأليف الكلام في النحو العربي أو في اللغة العربية؟ يقول ابن هشام: يتألف من اسم، هذا رقم واحد، اسم واسم، اسم وماذا؟ اسم. هذا الصورة الأولى من صور تآلف الكلام. وهذه الصورة لها أربعة أشكال أو أنماط. قد يكون مبتدأ، جيد، مبتدأ وخبر، محمد طالب. هذا الشكل الأول من أشكال الاسم زائد الاسم. طيب، ممكن يكون مبتدأ زائد فاعل سد مسد الخبر. فاعل ماذا؟ فاعل سد مسد الخبر. كقولنا: أقائم محمد، أقائم محمد، جيد. هنا تركيب هذا التركيب سندرسه إن شاء الله عندما ندرس المبتدأ الذي ليس له خبر أو الذي له مرفوع سد مسد الخبر. هنا نعرب همزة استفهام: قائم مبتدأ، وأما محمد فهذا فاعل. فاعل لماذا؟ اسم الفاعل، اسم الفاعل يحتاج إلى فاعل، جيد. فهنا يوجد مبتدأ ويوجد فاعل، لا يوجد خبر. إذن هذه الصورة الثانية من تآلف اسم زائد اسم. طيب، الصورة الثالثة من صور تآلف الاسم والاسم: أن يكون مبتدأ زائد مفعول أو نائب، عذرا، نائب فاعل سد مسد الخبر. نائب فاعل سد مسد الخبر. كأن أقول: مثلا مضروب الولد، جيد، مضروب الولد. طبعا هذا حرف استفهام، وهذا مبتدأ مرفوع على رفع الضمة، والولد نائب فاعل لأنه اسم المفعول يحتاج إلى نائب فاعل. نائب فاعل سد مسد الخبر، نائب فاعل سد مسد الخبر. إذن هذه الصورة الثالثة من صور تآلف الاسم والاسم. طيب، الصورة الرابعة: أن يكون اسم فعل زائد فاعل، جيد، اسم فعل زائد فاعل. فأقول مثلا: هيهات العقيق، جيد، هيهات العقيق. فهيهات بمعنى بعد، هذا فعل، اسم فعل، عذرا، هيهات اسم فعل، جيد، والعقيق هذا فاعل. إذن عندنا الصورة الأولى: مبتدأ وخبر، أو مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، أو مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر، أو اسم فعل زائد فاعل. هذه صور تآلف اسم مع اسم. طيب، الشكل الثاني من صور تآلف الكلام: أن يكون عندي فعل، اثنان، فعل زائد اسم، فعل زائد ماذا؟ فعل زائد اسم. وهذا له صورتان، هذا له صورتان. يكون عندي فعل زائد فاعل،
جيد، فعل زائد فاعل، فأقول جاء محمد، أو فعل زائد، طبعا فعل مبني للمجهول، زائد نائب فاعل. جيد، هنا نقول كما جاء في كتاب الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود. أصحاب قتل هذا فعل، أصحاب نائب فاعل. إذن هذه الصورة الثانية من صور تألف فعل زائد اسم. طيب، الصورة الثالثة من صور تآلف الكلام، جيد، أن يكون عندي جملتان. جيد، أن يتآلف الكلام من جملتين. طيب، أن تكون شرط وجزاء. الصورة الأولى، ها، شرط وجواب أو جزاء، شرط زائد جواب أو جزاء. جيد، فأقول مثلا: إن زرتني، هذه جملة، أكرمتك، هذه جملة ثانية. جيد، طيب، الصورة الثانية من صور تألف جملتين، هنا القسم وزائد جواب القسم. جيد، القسم زائد جواب القسم. كان أقول مثلا: أحلف بالله لأنت مجتهد. أحلف بالله جملة، لأنت مجتهد جملة ثانية. إذن هذه الصورة الثالثة من صور تآلف الكلام. طيب، الصورة الرابعة، الصورة الرابعة، جيد، أن يكون عندي فعل زائد اسمان، فعل زائد اسم زائد اسم، فعل زائد اسم أو زائد اسم واسم. جيد، فأقول ماذا؟ مثلا: أكل الولد الطعام، كان الله غفورا رحيما. جيد، كان الله غفورا، اسم فعل واسم واسم. جيد، طيب، خمسة: أن يتكون من فعل زائد اسم واسم واسم. جيد، وهذا مع الأفعال المتعدية لمفعولين، مع الأفعال المتعدية لمفعولين، كأن أقول مثلا: علمت الدرس سهلا، سهلا، هذا الاسم الأول، هذا الفعل فعل، وهذا اسم واحد، اسم اثنين، وهنا اسم ثلاثة. جيد، طيب، الصورة الثالثة السادسة والأخيرة التي ذكرها ابن هشام، جيد، أن يكون معي فعل زائد اسم زائد اسم زائد اسم زائد اسم. إذا الفعل وأربعة أسماء، فعل زائد أربعة أسماء. إن كان أقول هنا: علمت الدرس سهلا، هنا سأقول: أعلمت الطلاب الدرس سهلا. طبعا سندرس إن شاء الله هذه الأفعال المتعدية لمفعولين والمتعدية لثلاثة مفاعيل. هنا الفعل، الاسم الأول، الاسم الثاني، الثالث والرابع. إذن هذه صور تآلف الكلام عند ابن هشام. ندخل بعد ذلك في الإعراب.
في فصل الإعراب. في فصل الإعراب. طيب، قال ابن هشام، قال ابن هشام في تعريف الإعراب: قال في قطر الندى: فصل أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. طيب، طبعا ابن هشام هو الذي كتب المتن وهو الذي يكتب الشرح أيضا، فعرف ابن هشام الإعراب بقوله: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر. أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. يجلبه ماذا؟ العامل في آخر الكلمة. ننتبه جيدا، فالتعاريف لها شروط معينة لابد أن تكون جامعة مانعة، فكل كلمة في التعريف لابد أن يكون لها معنى ولا يمكن الاستغناء عنها. فالإعراب هو أثر ظاهر. طبعا نعرف الأثر الحركة، الحركات الأصلية أو الحركات الفرعية. جيد، أثر ظاهر. كان أقول مثلا: جاء محمد. ننظر كلمة محمد، الأثر هنا ظاهر. جيد. طيب، أو مقدر. كان أقول: الله ربي. الله هنا لفظ الجلالة، الضمة ظاهرة، لكن ربي، جيد، الكسرة ليست بظاهرة أو ليست منطوقة. لماذا؟ لأنه منع من ظهورها حركة المناسبة. جيد. فهنا الأثر مقدر. الأثر مقدر. مثلا لو قلت: أعبد ربي. أعبد ربي. كلمة رب كان حقها أن تكون منصوبة بالفتحة، لكن الحركة هنا مقدرة بسبب المناسبة، بسبب اتصالها أو إضافة ياء الياء إليها. جيد. إذن هنا أثر ظاهر يظهر في آخر الكلمة أو مقدر. جيد. يجلبه العامل. فلابد أن يكون هذا الأثر بسبب تغير العوامل. فلو قلت مثلا هنا: أحب محمدا. هنا العامل يقتضي الرفع، هنا العامل يقتضي النصب. أمشي مثلا مع محمد. الأثر هنا أو الأثر نعم يقتضي الكسر. جيد. إذن هنا أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، لابد أن يكون هذا الأثر بسبب العوامل الداخلة على الكلمات. جيد. في آخر الكلمة، فالتغيير الإعراب لا يكون إلا في آخر الكلمة. أما إذا حدث أي تغيير في داخل الكلمة فليس بإعراب. كان أقول مثلا: يكتب ويكتب ومثلا يكتب. جيد. هنا حدث أثر ظاهر، نعم، لكن أولا ليس بسبب العامل، يعني التغير الذي حدث هنا يكتب يكتب، الأثر ليس بسبب العامل، وأيضا ليس في آخر الكلمة. إذن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر
الكلمة، هذا تعريف الإعراب عند ابن هشام، أرجو أن يكون واضحا، بارك الله فيكم. طيب، يعني نتحدث أيضا سريعا عن أقسام الإعراب. حتى الآن تقريبا نحن نتكلم في بديهيات ومقدمات نحوية. جيد، سنبدأ إن شاء الله من المحاضرة التالية نبدأ في الإعراب وفي الدروس النحوية كأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. طيب، أقسام الإعراب، أقسام الإعراب، أقسام الإعراب أربعة في اللغة العربية: عندي رفع، وعندي نصب، وعندي جر، وعندي جزم. جيد، رفع، نصب، جر، جزم. جيد. طيب، الرفع والنصب لا يكونان إلا في إيه؟ في الاسم وفي الفعل. إذن الرفع يكون في الاسم وفي الفعل، أما الجر فلا يكون إلا في الاسم فقط، أما الجزم فلا يكون إلا في الفعل فقط. فلا يوجد مثلا اسم مجزوم، ولا يوجد فعل مجرور، لكن يوجد اسم مرفوع واسم واسم منصوب، يوجد فعل مرفوع وفعل منصوب. جيد، إذن هذه أقسام الإعراب: رفع، نصب، جر، جزم. الرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل. جيد، أما الجر فيكون للاسم، وأما الجزم فيكون للفعل. جيد، طيب، ممتاز. إذن هذه أقسام الإعراب، هذه أقسام الإعراب، ممتاز جدا، بارك الله فيكم. طيب، فهذه أقسام أو أنواع، ماذا؟ أو أنواع الإعراب. جيد، فتنقسم إلى قسمها ابن هشام إلى ثلاثة أقسام: ما يدخل على الاسم والفعل، أو ما يختص بالاسم والفعل وهو الرفع والنصب، وما يختص بالاسم فقط وهو الجر، وما يختص بالفعل فقط وهو الجزم. جيد، طيب، علامات الإعراب، علامات الإعراب، علامات ماذا؟ الإعراب. إذن كما قلنا، هذا اسم وفعل، وهذا اسم فقط، وهذا فعل. طيب، العلامات يعني كيف أميز أن هذه الكلمة في رفع، في حالة الرفع، وهذه الكلمة في حالة النصب، وهذه في حالة الجر، وهذه في حالة الجزم؟ طبعا كان الأصل أن العرب لم يضعوا، لم يحتاجوا إلى، أو لم يحتاجوا إلى وضع الحركات في آخر الكلام، لأنهم يتحدثون العربية لا يعرفون غيرها، لا يعرفون العامية، لا يعرفون اللهجات الأخرى. جيد، أقصد اللغات المختلفة، كان يولد لهجات بين العرب كلها فصيحة، لكن لم تدخل عليهم لغات أخرى غير اللغة العربية، فما كانوا يحتاجون إلى وضع الحركات، لكننا نحتاج إلى وضع الحركات لتمييز موضع الكلمة نحويا، حتى نعرف المعاني الموجودة في، فالحركات أو النحو ليس مقصودا بذات المعنى، المقصود أن أصل للمعنى الكامل في الجملة، أو الكامن في الجملة العربية. وطبعا كل هذه العلوم اللغوية نشأت في الأساس لخدمة القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليحافظوا بها على لغة القرآن والسنة. طيب، العلامات. جيد، عندي علامات. جيد، أصلية، علامات ماذا؟ أصلية. عندي علامات أصلية. جيد، ما معنى علامات أصلية؟ يعني هي أصل الرفع. أصل الرفع ماذا؟ أصل الرفع ضمة. طيب، أصل النصب فتحة، وأصل الجر كسرة، وأصل الجزم ماذا؟ سكون. جيد، هذه العلامات الأصلية. طيب، يوجد عندي علامات فرعية، علامات ماذا؟ فرعية، علامات فرعية. طبعا مثلا في الضمة هنا، في الرفع ممكن نقول الألف والواو، الألف
والواو. ممكن في الفتحة نقول الألف والياء والكسرة. جيد. ممكن هنا في الجر ممكن نقول الفتحة أو الياء. جيد. وهنا في السكون ممكن نقول، أقصد في الجزم نقول حذف النون أو حذف حرف العلة. هذه علامات فرعية سندرسها بإذن الله تعالى. جيد. فهذه العلامات الأصول كما ذكرها ابن هشام، أو العلامات الأصلية، وهناك علامات فروع أو علامات فرعية. جيد. طيب، أما العلامات الفروع فهي منحصرة في سبعة أبواب. في سبعة ماذا؟ أبواب. في سبعة أبواب نحوية سنبدأ في دراستها من بداية من الدرس القادم إن شاء الله تعالى. عندي الأسماء الست. الأسماء الستة تعرب بعلامات فرعية. جيد. عندي جمع المثنى. عندي المثنى أيضا يعرب بعلامات فرعية. عندي جمع المذكر السالم يعرب بعلامات فرعية كذلك. جيد. طيب، عندي جمع المؤنث السالم في حالة ماذا؟ النصب، لأنه طبعا ينصب بإيه؟ بالكسرة. وعندي الممنوع من الصرف في حالة ماذا؟ الجر، فهو يجر بالفتح. فهذه كم باب؟ هذه كم باب؟ ستة، خمسة أبواب في الأسماء. في الأسماء، في الاسم ستة أبواب، خمسة أبواب تعرب بعلامات فرعية. الأسماء الستة: المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم في حالة النصب، والممنوع من الصرف في حالة الجر. أما الأفعال، جيد، فهي بابان يعربان بالعلامات الفرعية. جيد. نقول الفعل: فعل معتل الآخر، والأفعال الخمسة. إذن عندي سبعة أبواب تعرب بعلامات فرعية، بعلامات إيه؟ فرعية ليست أصلية. الأسماء الستة: المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم في حالة النصب، لأنه في حالة الجر والرفع يعرب بالعلامات الأصلية، والممنوع من الصرف في حالة الجر لأنه يجر بالفتحة، أما في حالة النصب والرفع فيعرب بعلامات أصلية. كذلك في الأفعال عندي الفعل المعتل الآخر يعرب، طبعا يجزم مثلا بحذف حرف العلة في حالة الجزم هنا. جيد. أو مثلا إذا كان معتل بالألف يكون العلامات مقدرة هكذا. جيد. وهنا الأفعال الخمسة أيضا تجزم وتنصب بحذف النون كما سندرس بإذن الله تعالى. انتهينا من موضوع محاضرة اليوم، أرجو أن يكون واضحا. وصلنا طبعا في قطر الندى عند، أو وقفنا قبل إعراب الأسماء الستة، وهي أول باب من أبواب الإعراب الفرعي سندرسها في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، اللهم أمين. طبعا الزملاء الذين يسمعون هذا الفيديو على قناة اليوتيوب، جيد، نرجو منكم طبعا الاشتراك في الموقع، ستجدون رابط الموقع في وصف الفيديو، لأن الموقع يرد عليه اختبار على هذه المحاضرة، ويرد عليه الملف المكتوب لهذه المحاضرة أيضا. وأيضا الزملاء الذين يشاهدون الفيديو على الموقع يمكنكم ترك الأسئلة والتعليقات في من خلال دخول الموقع، يمكنكم طبعا التعليق بحساب الفيسبوك في الموقع، في تعليقات الموقع تجدون في أسفل الفيديو وضع تعليق من خلال حساب الفيسبوك. أيضا مطلوب في تعليقات الفيسبوك تحت الموقع أو تحت الفيديو في الموقع كتابة أمثلة على مثلا تآلف الكلام. جيد. أو على
في حالة الرفع بالضمة، حالة النصب بالفتحة، حالة الجر بالكسرة، حالة الجزم بالسكون. طبعا سندرس هذا، لكن أرجو تنشيط الذاكرة، وممكن أيضا كتابة أمثلة من القرآن الكريم. انتظرونا إن شاء الله في المحاضرة القادمة، المحاضرة الخامسة، ونبدأ في موضوع جديد من موضوعات قطر الندى. أرجو الإجابة على كل اختبارات المحاضرات، و يعني الدراسة معنا أولا بأول، واقرأوا أيضا متن كتاب قطر الندى وشرح ابن هشام. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.